ومن جهته أكد وزير المالية عمرو الجرحي لأونلايف موافقة الحكومة على زيادة رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7% إضافية. كما سيتم صرف علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%. بالنسبة للمخاطبين بالخدمة المدنية هم بالقانون بقوة القانون عندهم ياخدوا 7% كل سنة، هتبقى برضو بحد أدنى 65 جنيه. هيكون فيه أيضا زيادة علاوة غلاء معيشة أخرى بالنسبة للمخاطبين بالخدمة المدنية 7% أخرى، يبقى الإجرائين مع بعض أكنهم 14% بحد أدنى 130 جنيه. الغير مخاطبين هيحصلوا على زيادة دورية 10% زائد زيادة تانية علاوة غلاء معيشة. العلاوة الدورية اللي هم بياخدوها كل سنة 10% هيبقى عليها كمان علاوة غلاء معيشة تانية 10% وبحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيه في الحالتين، فيبقى 130 جنيه وبحد أقصى 260 جنيه.